إحدى سفنها أو إحدى بواخرها البارحة، وهي باخرة تحمل اسم البوراق، كانت معطلة منذ سنة بالضبط، وتخضع لعملية صيانة ميكانيكية في ميناء طارفة الإسباني. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة كما العادة. الخوت مرة أخرى الله يستر كانت غادي تكون فاجعة في عرض البحر، في وسط البحر كانت غادي تنقلب أحد السفينات اللي كتهز الجالية المغربية، وبالضبط البوراق اللي كينطلق من الجنوب الإسباني من طريفة إلى طنجة. كانت السفينة غادي تقلب، علاش؟ لأنها خردة، لأنها لا تصلح لشيء، سفينة المطر ديالها كاملة خاسرين وهز الجالية. تعبنا باش نديرو في فيديوهات ونبينو الخطورة ديال هذا الأمر. واش بغيتو حتى توقع شي فاجعة عاد دخل السلطات؟ البارح السبت تحركات السفينة من الميناء ديال طريفة، ووقفت في الطريق مرة أخرى، والموتور يعني بدا كيطلق شي دخاخن. غادي نخليكم الخوت مع التفاصيل. قبل الخوت ما ندخلو في التفاصيل، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج، بارطاجيو الله يجزيكم بخير باش توصل الصوت إلى المسؤولين، لأن راه كيلعبوا بحياة هاد الشركات هادو، جايبين سفن ديال الخردة كيلعبوا بحياة المهاجرين وبوليداتنا وبخوتنا وبوالدينا اللي كيركبوا على هاد السفينات. إذا اللايكات والبارطاج باش توصل المعلومة إلى الجميع. نبداو الخوت على بركة الله، نخليكم مع الفيديو ومن بعد عاد نجيب لكم المراسلة ديال الأخ عبد الرحيم مدير جريدة إيكو إكسبريس ديال طنجة، اللي راسلنا وعطانا المعلومات الدقيقة على الحادث اللي كان غادي يوقع. الحمد لله بأن خرجت سلمة، ولكن نوريكم الخوت السفينة اللي كانت غادي تقلب. شوفوا هذا الفيديو. ولا إذا الخوت كما شفتوا الله يسر السفينة، شفتوا الدخاخ اللي طالقه وكذا، وبعد الشهود العيان قال لك سفينة كانت غادي تدخل في واحد هذا، لأن بحال اللي فقدت السيطرة الشركة. يعني ما فهمتش أنا، هازين يعني داك الخراب، داك السفن اللي ما بقاو صالحين لوالو غير أنهم يمشيو لافيراي كيهزوا فيه من الجالية وغامروا بهم في وسط البحر الله يسر ما عرفنا شنو. شوفوا الخوت المراسل اللي راسلنا الأخ مدير جريدة إيكو إكسبريس ديال طنجة، اللي عطانا التفاصيل على الحادث. سمعوا الخوت، أمور خطيرة لأول مرة. نعم الخوت، نسمعوا مدير جريدة إيكو إكسبريس ديال طنجة الصحفي الأخ عبد الرحيم، اللي عطانا التفاصيل على الحادث. سمعوا الخوت شنو غادي يقول، أمور خطيرة لأول مرة الخوت غادي تسمعوه. في البداية تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام ومتابعي قناة مصطفى البارودي. الذي حصل زميلي مصطفى هو أنه في إطار يعني الرحلات اليومية للعبارات التي تربط ميناء طارفة الإسباني بميناء مدينة طنجة، طبعا هناك شركتان تؤمنان عملية النقل البحري بين المغرب وإسبانيا من نقطة طريفة وميناء طنجة المدينة، وهما شركة إيفيريس وشركة إنترشيبين. شركة إنترشيبين التي يعاني أسطورها من مشاكل في البواخر، يعني تعرضت إحدى بواخرها أمس السبت، وحسب مصادر يعني من الركاب، حتى تكون معطياتنا موثوقة ومؤكدة بالنسبة للمتابعين حتى يأخذوا يعني المعلومة من مصادر موثوقة، بأن إحدى سفنها أو إحدى بواخرها البارحة، وهي باخرة تحمل اسم البوراق، كانت معطلة منذ سنة بالضبط، وتخضع لعملية صيانة ميكانيكية في ميناء طارفة الإسباني. سمعوا الخوت. تقرر يعني يوم امس وسمعتوا الباطو هذا اللي هزوا مده سنه وهو واقف، وقفات السلطات الاسبانيه قالت لي ما تحركش لان الباطو خاسر، المواطر خرده زبل،
واقف الباطون مدة عام وهو في طريفة كتصيب الصيانة. سلطة الإسبانية ما بغاتش تشرح ليه باش يتحرك. سمعوا الخوت. لكن في الاخر على طريقة أولى رحلتها بعد مدة يعني عام من الصيانة. لكن السلطات الإسبانية المكلفة بمراقبة يعني الملاحة البحرية لم تسمح لتلك السفينة بنقل الركاب والمسافرين، طبعا وغالبيتهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والذين كانوا سيقصدون من مدينة طنجة. لم تسمح للسفينة بنقل الركاب، فظل الركاب حسب يعني مصادر من يعني من شهود عيان ظلوا عالقين بميناء طريف الإسباني مدة ساعتين حتى جاءت يعني باخرة أخرى. و يعني الخوت باش تسمعوا شنو وقع. السفينة تعمرت الناس ديالها صافي، وهي عام ديك السفينة ما كتحركش، كانت الصيانة السلطة الإسبانية ما كانتش كتسمح لهم باش يحركوها. يلا بغاو يحركوها كانت غادي دير حادثة، راكم شفتوا الفيديو كما كتشوفوا كانت غادي تقلب، يعني الدخاخة مطلقة وهذا وكانت غادي تقلب، وشهود عيان اللي صوروا الفيديو والأخ يعني كيأكد لنا مراسلين يعني الناس من الجالية أكدوا بأن ذاك السفير كان يدخل في واحد الباطو آخر وكان يتقلب. نعم انا داك سلطة الاسبان ملي شافت داك الكارثه وقفت هاد الشركه هذه قالت ليها لا وقفي اجي بدلي لنا الباطو، فبدلوا باطو واحد اخر. تخيلوا في حاله الشركه هذه دابا ما كانش داك الفايو بان امام اعين السلطة الاسبانيه، كون حتى لوسط البحر الله يستر وعاد يوقع هذا الفايو هذا الله يستر، فين ما نكونوش امام فاجعه. فين هما السلطات المغربيه؟ انا قلتها قبل، قلت فين السلطات المغربيه؟ علاش ما دايرهاش لجان ديال ما كاينش شي باطو يتحرك حتى تكون فيه جميع ظروف السلامه؟ راه حياة المواطنين، راه بالالاف، راه الالاف، راه 3 مليون مواطن مغربي بالجالية المغربية كيهبط على الموانئ الاسبانية، كيهبط عن طريق هاد البواخر. واش هاد الشركات هادي ما وزارة الجهاز والنقل المغربية واش ما كتمشيش تراقبهم؟ واش ماطر خاسرين؟ شفنا الحادثة الأولى، شفنا الحادثة الثانية، شفنا الباطو اللي وقف في برشلونة، شفنا الباطو اللي وقف ما بين ألميريا والنادور، وقف في وسط البحر والناس سخفانة والناس طايحة، وهذا الشيء مازال يعني السلطات ما بغاتش تدخل وتوقف هذا الشيء ودير شي لجان ممنوع شي باطو يتحرك خورده. اللي خورده انت شركه اخويا داير معاك انا كونتراك كحكومه وكميناء وهذا، ولكن جيب لي اسطول مزيان. ما عندكش اسطول مزيان حيد اخويا سير سطالي، ما تمشيش لي انا، ما تلعبش لي بارواح ديال المواطنين ديالي. لكن للاسف انتم كنشوفوا كارثه مورا كارثه. سمعوا لحسن الحظ ان السلطات الاسبانيه لم تسمح لسفينه البوراق او لباخره البوراق بنقل الركاب، حيث تعرضت يعني لمشاكل ميكانيكية وهي في عرض البحر، حيث كادت أن تصطدم مع إحدى السفن التي تنقل الحاويات حسب ما يعني ما جرى تداوله. وسمعت الأخ اش قال؟ قال لك راه صافي السفينه راه كانت غادي تصطدم، كانت غادي تقلب اصلا، لان الناس بحال اللي فقدوا فيها السيطره، كانوا شفتوا الدخاخه والحاله حاله، فجاب الله في عرض البحر في وسط الماء وفي وسط هذا. داك الساعه جرات السلطة الاسبانيه وقفاتهم حسب يعني الاخ اللي كيذكر لنا يعني هاد الوقائع، والفيديو راكم شفتوه مسجل. من طرف مجموعه من الركاب الذين كانوا او الذين كانوا يتواجدون ب القرب من الممر البحري، وطبعا هذا الحادث أثار تساؤلات يعني متكررة حول من يحمي هذه الشركة التي يعاني أسطولها من مشاكل سؤال مهم ميكانيكية وتقنية كثيرة وتتعرض لأعطال في عدة مرات، وهو ما يتسبب في هلع وخوف وقلق وسط المسافرين. المعطيات التي توصلنا بها البارحة عند اتصالنا بمصادر رسمية قالت بأن شركة انترشيبين لم يتبقى لها سوى بضعة أشهر، ولكن ما بقاش لها الأخ عبد الرحيم بضعة أشهر قبل ما من قضى العقد. خصها دير لنا شي كارثة، خصها دير لنا شي فاجعة في الجالية، ما يمكنش
يمكنش هادشي اللي كنشوفو الان، كل مره عندنا باخره واقفه لينا في وسط البحر واخير، واش غير الخرده هي اللي جايه تهز الجاليه؟ واش الجاليه زعما مهبطه الفلوس الصحيحه ومهبطه العمله الصعبه ومهبطه السيارات ومهبطه تروج الاقتصاد الوطني وكذا، ووزاره التجهيز والنقل ما عندهاش حتى بعد اللي جا مش انها تراقب يعني داك المواصلات، داك المواصلات اللي كتهز الجاليه. شفنا باطوات عباد الله خرج من سيت وقف في برشلونه، علاش؟ لان الموتور ديالو خسر. شفنا واحد اخر جاي من 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 سيت كذلك، حتى هو عاوتاني يعني لا كليما لا طواليت لا الناس كتسخف ولا طبيب لا والو. اللي جا هنا خويا انت كشركه اجنبيه ولا شركه داخليه جاي دير معايا عقد تجليه الجاليه بالاسطول ديالك، اجي بعدا راقب الاسطول، لان الشركه تعطى الله. انا جيب لي الجوده، انا اللي هز لي الجاليه والارواح ديال الجاليه المغربيه تم غادي ليا في البحر، خصو يكون عنده اسطول نقي واسطول صحيح. ماشي شفنا في شفتو الفيديو السابق بان كانوا كيصلحوا، غادي يهز الجاليه والباطو كيتصلح، يعني كتعرض للصيانه وسط البحر. واش هذه التعقل؟ وهز الالاف ديال الجاليه المغربيه. الان هذا الباطو هذا عام هو واقف، لان الباطو خاسر صوت الاسباني باش تصرح ليه، ملي صرحات ليه غير تحرك كان يدير كارثه وهز الجاليه المغربيه. جاب الله جابوا باطو واحد اخر بقاو مساكن ساعتين وما مليو حتى ما في الميناء، وهزم داك الباطو الاخر والدار. اذا لكن علاش ما كنشوفوش التصريحات مثلا عند الشركه؟ انا نتمنى بان الشركه تواصل معنا وتعطينا تصريحات توضح لنا كيفاش، علاش انهم كيهزوا الجاليه في هاد الاساطيل هادو الخرده، علاش؟ وكذلك كنتمنى من 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 الحكومه المغربيه هي تعطينا توضيحات، وزاره التجهيز والنقل تعطينا توضيحات على هذا الامر، لان الامور خطيره حقيقه. انتم الخوت حسب المصادر، حسب الاخ مدير ايكو اكسبريس اللي نتمنى تدخلوا عنده الجريده ديالو، تبارك الله راه شاب يعني تبارك الله اخبار عنده ويعني حصريه، زائد انكم شفتوا الفيديو مسجل. الان حنا كنطالبوا تفسيرات من عند المسؤولين لا ديال الشركه ولا من عند وزاره التجهيز والنقل المغربيه، حفاظا على سلامه الجاليه، هذا هو الاهم. حنا كتهمنا الجاليه وارواح الجاليه المغربيه. اذا الخوت نكتفوا بهذا القدر، عطونا الاراء ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج. الى اللقاء.